اليوم النظام السياسي بني منذ بدايته على التوافق السياسي، حكومة توافقية. السيد المالكي أيضا حاول أن يشكل حكومة أغلبية بالانتخابات السابقة لكن ما قدر، وذهبت رئاسة الحكومة إلى السيد العبادي. فاليوم أنت لما تيجي تسوي أغلبية، تيجي تسوي حكومة أغلبية، هذا يجب أن يكونها قانون، حتى تكون المعارضة بقانون منظم. إحنا ما عندنا قانون ينظم المعارضة. لا شنو قانون منظم المعارضة؟ إحنا عندنا مجلس نواب، نص تروح الشكل حكومة ونص الثاني يقعد مجلس النواب يتابع عمله. قانون اكو قانون للمعارضة، اكو لهم يعني صلاحيات، شنو ينطوهم الهيئات، شنو ياخذون من عندها ذني، يعني مو مثل ما قلت لك تروح تقول له ماكو. هو هو رئيس، هو عضو مجلس النواب عنده صلاحيات. لا هو مجرد رفعت ايده بحد ذاتها يا رب استاذ العزيز، اما يسوي على قانون اما يرفض هذا القانون. رفعت ايده وقدامه العدد الكبير اللي ما يقدر يسوي، راح يعني يكونون المعارضة بكتلة واحدة، لازم يدخلون بكتله واحده. مو هذا بقى هسه اليوم انت بالجلسه مال البرلمان. انا اقول لك انا النواب مستقلين. انا اسف على الكلمه ولكن حضراتكم فشلتوا بكسب مجموعه من النواب يكونون جزء من المعارضه. ليش الثبات الوطني صار 133 نائب؟ اكو نواب مستقلين. اذا 133 نائب هسه المفروض مرتاحين. مرتاحين احنا مرتاحين. قدموا مرشح يمكن من الحكومه بعد كم شخصيه اجيبها اكسبها. راح نتكلم عام احنا فول مرتاحين مو مرتاحين. فول نواب مستقلين اليوم حسوا بالإقصاء والتهميش بالبرلمان.